الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لم تنفع المشركين مساوماتهم وتنازلاتهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحافظوا على دين آبائهم وملة أجدادهم كما يزعمون، وقد أيقنوا حقا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقترحوا آخر ما عندهم من حل. روى ابن إسحاق بسنده قال: اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة الأسود بن المطلب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل، وكانوا ذوي أسنان في قومهم، فقالوا: يا محمد، هلما نعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وأخرج ابن جرير في تفسيره أن قريشا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. فأنزل الله تعالى: قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ثم تنازلت قريش أكثر من ذلك فقالوا: إيتي بقرآن غير هذا أو بدله. فرد عليهم الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وفي الأخير لما انقطعت عن المشركين كل السبل وفشلوا في مفاوضاتهم استعانوا باليهود، فعرضوا عليهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت أحبارهم: سألوه عن ثلاث، فإن أخبر عنها فهو نبي مرسل، وإلا فهو كذاب أشير. فنزلت سورة الكهف فيها قصة أولئك الفتية وهم أصحاب الكهف، وقصة الرجل الطواف وهو ذو القرنين، ونزل الجواب عن الروح في سورة الإسراء. فتبينت قريش أنه صلى الله عليه وسلم على حق، ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولما أحس أبو طالب عزم المشركين على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، جمع بني هاشم وبني المطلب وأجمعوا على حفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وتعاهدوا عليه عند الكعبة مسلمهم وكافرهم بحمية الجوار للعهد العربي. وفي السنة السابعة من البعثة تعاهد المشركون على ميثاق الظلم والعدوان بالمقاطعة العامة والحصار الاقتصادي ضدا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 3 سنوات، وكتبوا بذلك صحيفة علقت في جوف الكعبة فيها عهود ومواثيق ألا يناكحوهم ولا يبايعونهم ولا يجالسوهم ولا يخالطهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلمهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل. قال ابن القيم: يقال كتبها منصور بن عكرمة ويقال نضر بن حارث، والصحيح أنه بغيض بن عامر بن هاشم، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده، رواه البخاري. وفي السنة 10 من النبوة نقضت الصحيفة وفك الحصار، حيث كان من قريش راض بهذا الميثاق وكاره له، فغلب من كره على من رضي، وقد أرسل الله تعالى على الصحيفة الأراضة فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا باسمك اللهم وما كان فيها من اسم الله. وكان هذا أمر أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه من الشعب ليقضي الله أمرا كان مفعولا، والله غالب على أمره. ولما تجاوز أبو طالب 8 من عمره وخشيت قريش العار عند العرب، كان آخر وفدهم إلى أبي طالب. قال ابن إسحاق: لما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشا ثقله، قالت قريش بعضها لبعض:
إن حمزة وعمر قد أسلما وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها، فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ على ابن أخيه وليعطيه منا، والله ما نأمن أن يبتزون أمرنا، فإن نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون إليه شيء فتعيننا به العرب، يقولون تركوه حتى إذا مات عمه تناولوه. قالوا يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت، وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك فادعوه فخذ لنا منه وخذ لنا منه ليكف عنا ونكف عنه وليدعنا وديننا وندعه وديناه. قال أبو طالب يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك. ثم أخبره بالذي قالوا وعرضوا عليه من عدم تعرض كل فريق للآخر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عم أفلا أدعوهم إلى من هو خير لهم؟ قال وإلى ما تدعوهم؟ قال أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم. قال أبو جهل ما هي وأبيك لنعطيكها وعشر أمثالها؟ قال صلى الله عليه وسلم تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. فصفقوا بأيديهم وقالوا أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدة؟ فأنزلت سورة صاد بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق الآية. صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين.